بقى كل شوية بقى. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ طبعا الحمد لله في ناس امتحنت، ربنا كرمها الحمد لله. امتحان كان جميل في اسماعيل حبروك، بس هي كان في نقطة يعني مش جدلية، طالب مش مركز لما بيقول لي يا حبيبي نقط وجايب لي واتشنج تمام افلم اي مش عارف ايه، طالب هنا يعني طالب هنا، فجايب لي في الاختيارات الناس مختلفة ما بين وايل ومين وديورينج تمام. انا مش هحل ده الاول، انا هخليك تبص كده بعينك تمام للمثال اللي هو فيري رايت اللي هو بيقول لك كده وايل اي ووز واتشنج في دي وايل اي ووز واتشنج افلم تمام اي فيل اسليب مثلا، كان المثال كده تقريبا. خلاص هو جاي طالب مني ايه يا حبيبي؟ ديورينج تمام. فالناس كلها سبحان الله حلتها كده ديورينج ذا فيلم، الناس كلها تما حلتها ديورينج ذا فيلم. طب انت يا حبيبي لما انت بتقول لي ديورينج ذا فيلم انت ليه بتلخبط فوق وجايب لي ديورينج واتشنج؟ احنا قايلين يا بابا ايه؟ وايل ايه يا بابا؟ لو ما فيش جمله بجيب الفيرب اي ان جي على طول، وايل واتشنج ذا فيلم، وايل واتشنج ذا فيلم، بس ادي دي الحل بتاعها، تعملها ايه؟ واي. طب يا مستر ده انت في اي ان جي في مش عارفه في الكتاب الخارجي موجوده ديورنج بعدها اي ان جي، في الملزمه موجوده بعدها اي ان جي، ايه الفكره في ديورنج لما بيجي بعدها اي ان جي؟ اقول لك كده مثلا لو انا عايز اقول القراءه اقول لك كده ديورنج ريدنج a story، هو انا ينفع اقول during a story؟ ينفع اقول اثناء القصه؟ ينفع اقولها كده؟ لا ما ينفعش، لازم اقول ساعتها بقى during وverb ايه؟ ing. انما لما اقول لك كده during watching، لو انت هتحلها كده during watching a film، هو مش انا ينفع اقول during the film اثناء الفيلم؟ يبقى ما ينفعش watching خلاص. حالات استثنائيه لديورنج نيجي بعدها اي ان جي، ويومها شرحتها قلت لما تحل ديورنج وجات لك في الف ري رايت في الحصص، الف ري رايت ديورنج واجيب بعدها الناون، ديورنج ده فيلم، ديورنج ده هوليداي، ديورنج ده ماتش. حاجه تانية طبعا ماشي دي عليها نص، بس حرام برضه حرام، هو في الري رايت قال لك ديورنج ونفس المثال هتقول لي ديورنج ذا فيلم، فوق تحلها ديورنج ليه؟ وايل وفيرب اي ان جي، ديورنج بجيب بعدها الناون خلاص. الحاجه الثانيه برضو اللي عايزين نفكر الناس بيها الرول بتاعت انتل يا جماعه، شرحناها المره اللي فاتت في حصه المراجعه النهائيه ديت تمام، قلنا بيجي قبلها باست بيرفكت، باست بيرفكت ده يا حبيبي اللي هو بيتكون من هاد وتصريف ثالث، ويجي قبلها قلنا باست سيمبل ماضي بسيط، يعني اقول لك كده اي didn't eat until my father had come، يبقى معنى الكلام ده ايه؟ ان انا ما اكلتش لغايه ما بابا جه، يبقى مين الحدث اللي حصل الاول؟ بابا جه، الحدث اللي بعده رحت واكل. يجي يقول لي في اكزامبل زي ده استخدم افتر، اقول له من عينيا الاثنين، افتر after ليها حلين، انا ممكن اقول كده after واجيب verb، اصبر دي انت امتحان اقعد اصبر دي، اجيب after وبعدها verb ايه ing، والجمله الثانيه تبقى past ايه simple. ازاي؟ اقول لك كده after arriving بعد الوصول او dad's arriving ايه اللي حصل؟ I
ايت اكلت، او اقولها بقى بجمل عاديه بقى افكها جمل. after I had after that after that had come I ate اكلت. يبقى ده حدث اول وحدث تاني. بسرعه كده شرح للروابط by the time زي before. before اجيب ماضي بسيط وبعد كده اجيب الماضي التاني. بص يا حبيبي، هو طالما جايب رابط while مثلا أولنا أو أنت في الامتحان هتعلمه كده. الجملة الثانية نمبر إيه؟ 2. الجملة الثالثة هتسميها إيه؟ 3. أنت عارف إن while عكسها مين؟ when. سمي when إيه برضو؟ 1، وهات 3 مكان 2، يبقى هنا دي وهنا. ده طريقة يعني حمصية كده للإيه؟ لحل درس الروابط. ابتعكس بس دايما الرابط هو رقم ايه؟ نمبر 1 اهو. طيب افرض يا مستر جاي في النص حبيبي، برضو هتقول لي وايل كده، بعدها جمله وقبلها جمله. وايل هي نمبر 1، واللي بعد وايل نمبر ايه؟ 2، واللي قبلها ايه؟ 3. طب في وين؟ برضو هتسمي وين ايه؟ 1. ما هو ده الرابط، هو ده المركز. هتعمل ايه بقى هنا؟ 3 هتجيبها هنا اهو، و2 هتجيبها ايه؟ هنا اهو. طبعا انت لو فاهم انت ما بتعملش كده. انت عارف ان while بيجي بعدها باست كونتينيوس، عارف when بيجي بعدها باست سمبل، فانت فاهم فبتحل. انا بقول لك بس عشان يعني اتاكد يا عم من حلك. ماشي؟ القصه دي تنفع مع كل الروابط، تنفع في الماضي البسيط والماضي المستمر بس، والماضي التام، يعني الثلاث ازمنه دول لما بتيجي تبدل بينهم بس، دول اللي ينفعوا. في وايل وافتر واز سون از. از سون از ديت زي افتر، تمام. باي ذا تايم ديت زي بيفور. وايل ووين اللي هو الماضي المستمر والماضي الايه؟ البسيط. ما تنفعش مع سينس بريزنت بيرفكت، ما ينفعش الكلام ده. سينس ما تنفعش، يت ما تنفعش، لا دي جمل عاديه بقى. خلاص؟ دي كلمة دالة، كلمة ما هيش رابط. افتكر ان دايما كلمة سنس يجي بعدها يا اما تاريخ موعد محدد يعني، يا اما لو جت جملة بيجي بعدها باست سامبل. طب يا مستر هو انا النهارده اذاكر ايه؟ اقول لك حبيبي انت الحمد لله مقفل مراجع اسئلة القصة، بس حتة في سؤال القصة، مين اللي كانت بتجيب الاكل لديفيد؟ ها؟ لا مش بيجتي، مس ميردستون هي اللي كانت بتجيب له الاكل. زي هي كانت بتقول زي هو اللي كان بيقول زي الحيوانات وتمشي. طب مس بيجتي هي اللي كانت بتيجي تكلمه بالليل تواسيه، ماشي، لان هو كان بيسيب الاكل ما ياكلوش، عشان هي اللي كانت بتجيب في الامتحان. عندك 4 اسئله، اختار ايه؟ 3. في اسئله في او في مدارس يقول لك 3 واختار ايه؟ 2. طب يا مستر انا ذاكر النهارده ايه؟ ما فيش وقت يا مستر. حبيبي افتح الامتحانات اللي في الاخر اللي انا حاططها لك في الملزمه ومحلوله كلها تما، تمام؟ ذاكرها. خش يا حبيبي على اسئله البوتري، تمام؟ احفظها زي اسمك. زي اسمك اللي احنا كاتبينها سوا. بارافريز الشرح. طبعا ده انت لازم تحل كل الاسئله. يعني ان شاء الله تحل حتى السؤال الثالث ده لو مش عارفه اهبده، فاهم؟ لا يعني لو اهبده، مش متاكد مش واثق من اجابته، حل كل الورقه. ماشي؟ ان شاء الله سهل لطيف، اتمرنا على كل حاجه باذن الله ما يكونش فيه اي ايه مشاكل. مقفلين؟ اه طبعا طبعا، اللي ذاكر مقفل طبعا وش، يعني امتحان زي اللي انت شفته ده، تمام. الحمد لله يعني ناس في يعني كانت مش واخدين حاجه. ده كل الامثله تما موجوده معاك في الملزمه كلمه كلمه. طبعا كانت ستاند وكانت هيلب، كانت ستاند وكانت ايه؟ هيلب، معناها لا اطيق. اي حرف جر ابقى عارف كده ان لو في فيرب يجي بعده ايه؟ اي ان جي. I'm interested in playing football. نعم. هقول لك.
ثواني، اللي هي فين؟ الريرايت دي كانت ماشي، بس راجع معايا اهو. التشوز طبعا واتشنج تي في يبقى وايل، اي قايل لي سنس اهو، سنس اهو، سنس ماي جراديويشن يبقى اي هاف وركد. واي دونت وي تراي دونت والمصدر، وي يوز ذا تو ليف ذا مصدر، يوز ذا تو والمصدر. Nobody believed him because nobody believed him because he. ما تقوليش بقى طبعا، قال لي he often he lies. في ناس حلتها كده، في ناس حلتها كده، انما يا بابا شايف ايه؟ nobody ايه believed، believed دي ماضي، يبقى ما حدش صدقه لانه قبل كده كان ايه بيكذب. had often ايه lied، had often lied. طبعا في ناس ولا بصت في الامتحان ولا شافت الامتحان شكله ايه ولا اي حاجه، صح؟ حليت الامتحان مع نفسك، شفت اصلا ما فتحتش. Three burglars were arrested، اتقبض عليهم. I am traveling to London tomorrow. My flight. Tom is not happy. He ate about everything. He complains. يشتكي. The boy failed. فشل. A sports اسمها ايه؟ Extreme A sports. While I was watching the film, during the film. Did you travel to America? Have you ever traveled to America? My mother let me go. I am allowed. Mom allowed me to go. الاثنين صح. تقول لي I am allowed to go. ماشي. تقول لي Mom allowed هي اللي سمحت لي. ماشي. She managed to. She succeeded in. لازم تقول لي succeeded in the exam أو in this course. I am interested in. I am keen on. And easy peasy يعني، فاهم؟ قفل يا عزيزي. ماشي. ماشي يا شباب، اما بيقول لك I'm here to help you. You are much too pretty and thoughtless to worry about the servants, the food and so on. هريناها اسئله السؤال ده. Miss Murdstone to Clara اللي هي ديفيدز ايه mother. She stayed with a she came to the house and stayed with a them. She controlled every a thing. Remember, you must be firm with the boy. حلينا ليلة الامتحان حلينا. Murdstone to mean David's mother. انت يجب ما تبقيش too weak with him. اللي هو ديت لما كانوا بايه؟ بيذاكروا. تمام؟ You'd better give it to me. I'll take care of it for you. Steerforth قالها لمين؟ لميردستون لما بيقول له هات الثمانية شيلين. ماشي؟ لما بيقول له هات الثمانية شيلين. Why hadn't Miss Betsy spoken to David's father? عرفناه، ليه ما كانتش بتكلمه؟ How did Clara try to help David in his studies؟ كانت بتساعده ازاي؟ She explained his lessons to him. كانت بتساعده في دروسه بس كده. Why did gently and lovely؟ بود وايه؟ وحب. How did David spend his holiday at Daniel's in Yarmouth؟ كان بيقضيها ازاي؟ He played with Emily all the time. بس كده. How long did Mr. Murdstone look David؟ قعد قفل عليه كام يوم؟ 5 days. Who gave him food؟ Miss مين؟ Miss Murd Miss Murdstone. نعم. ما هنقولها دلوقتي. He is used to، دي بيجي بعدها verb ing. أيوه يا عمر.
مستر، هو النهارده في مراجعة تبورتيونة بكرة؟ حبيبي احنا هنبتدي خلاص اهوت الحكومي. نعم بسرعة. ها جت ايه؟ مستر ايوه هي الدراسة دي هتبقى مراجعة حكومي اه يعني؟ طب أنا لغات أحضر برضو؟ وانت مش حكومي يا حبيبي برضو عندك المنهج ده ولا ايه؟ مش فاهم مين اللي بيتكلم. اياد آه ماشي اياد، ما احنا مش حضرت الحصه اللي فاتت يا اياد؟ حصة يوم الحصه اللي فاتت الثلاث. التلات مش حضرتها؟ اه انت في حاجه ناقصاك طيب في المنهج الاضافي؟ لا انا تمام. ماشي احنا نص هنحل يونت 3، سيبك بعد كده تذاكر المنهج التاني لان يا جماعه ما فيش وقت بقى خلاص، التاني رخر احنا في يونت 3 فيه عايزين نخلصه. ايه ده انا ايه دي اتفتح كليتي؟ حد عنده اي اسئله يا جماعه في الاوبورتيونيتيز؟ ممكن انت تقعدي ساكته مالكيش دعوه. نعم جد يعني ايه تيجي ازاي؟ عندك يا ماما بقى قبلها تمام، جيت دي بتيجي معاها ايه؟ جيت تو يصل الى، جيت باي مثلا يعيش على القد مثلا، جيت باي يعيش على القد تمام، جيت اوفر يتغلب على خلاص، في مثلا جيت اوت يخرج، يركب السيارة جيت انتو تمام، يخرج من السيارة جيت اوت اوف، يركب الاتوبيس جيت اون، ينزل من الاتوبيس جيت اوف. بل عندك كده كل دول. يوز تو اعتاد ايه؟ ان. طبعا يوز تو مع فعل مع فعل مصدر، دي معناها اعتاد ان في الايه؟ في الماضي. اقول لك كده، هي يوزد تو سموك، فيجي يقول لك كده نو لونجر، استخدم نو ايه؟ لونجر، فهتقول له كده هي نو لونجر سموكس، هي نو لونجر سموكس. طب يطلب منك اني مور، هتقول له كده he doesn't smoke any longer، لم يعد any more او any longer. ايه longest؟ بابا لونج ولونجست ولونج، حاسب يا حبيبي الديسك بابا هيقع في مره. لونج ديت طويل، لونجر اطول من ذا لونجست الاطول، اني لونجر ديت معناها لم يعد، دي لا دي كلمه مش صفه. ما اجي اقول لك بقى الفيرب يوز نفسه، يوز يعني ايه يا حبيبي؟ يستخدم. اقول لك كده وي يوز ا نايف تو كات فود، وي يوز ا نايف. نعم يا اياد. يعني وانا مستر اطلع عادي ولا لا؟ حبيبي ده منهجك يا بابا، ويوز تو دي عليك حتى في المنهج الاضافي. اه تمام. We use a knife to cut food. فأنا ممكن أقول إيه كمان؟ A knife. أبنيها للمجهول. A knife is used to cut food.
هنا دي ايه يا حبيبي؟ A knife is used to cut, تستخدم في، فجي بعدها فعل مصدر مبني للمجهول هنا. A knife is used to، تستخدم في، ممكن استخدمها بطريقة تانية. يقول لك كده A knife يا حبيبتي، بصي على الشرح ده، A knife is used بس for، قايل اي حرف جر بعده اي ان جي، يبقى is used for cutting. is used for ايه؟ cutting، used for cutting، تمام؟ ده يستخدم ويستخدم. انما انت بقى عندك am is are used to، دي يا حبيب قلبي بيجي بعدها verb ing. هو انت يا بابا لو انا جيت دلوقتي قلت لك ايه؟ احمد is used to، هي دي معناها احمد يستخدم؟ وفي احمد يستخدم ديت احمد is used to، يبقى احمد معتاد ايه؟ على، يبقى احمد is used to مثلا traveling، هو معتاد على السفر، اللي هي بتساوي ايه؟ احمد usually يعني عادة، يبقى احمد usually travels، الاثنين نفس المعنى، يا دي كده يا دي كده، احمد usually travels زي احمد is used to traveling. ماشي، يبقى انا عندي كام used to؟ ثلاثة used to في الماضي، اعتاد ان، am و is و are used to المصدر يستخدم في، am و is و are used to verb ing معناها معتاد على، معتاد على. فانت تفهم الجملة كويس، هو عايزها يستخدم في ولا معتاد على؟ وتحل، لقيته معتاد هات verb ing، لقيته يستخدم في يبقى to المصدر، لقيتها for يبقى ing. A knot helps people who are poor. يلا مريم، ايه not، يبقى a charity. عمر is very a of his father proud. ماشي، for older people we use senior. senior صلحها في ملزمة المراجعة، ملزمة المراجعة في الكلمات هتلاقي senior وjunior. senior هتلاقي مكتوبة جنبها صغير باين، او بالتسميع كنا واخدينها قبل كده طبعا، senior كبير، junior هو الفرقة الصغيرة. for older people we use، قلنا ايه؟ senior. قال لك young people we use ايه؟ junior. مستر محمد works for no money، he to help people، he is a volunteer، متطوع. I prefer living in the air to enjoy fresh air countryside. What is your date of birth؟ هو في حاجات في الأول؟ ماشي. Egypt is famous for، famous for يا نوراء يا نريمان، famous for، popular with، famous for، popular with، فين قلمك؟ حليتي بقى لغاية نمبر كام؟ حلل كله كان واجب. طب راجع معاه يا حبيبي. Our national team deserves a respected foreign coach، مدرب، الفريق القومي محتاج مدرب. Not is a sport with seven players. أنا عندي مش عارف النت متغير عندي. إيه is a sport with seven players؟ Handball. حياكم الله.
A knot is a terrible event, such as an earthquake or floods. Natural disaster. ماشي. يلا يا مريم. A knot knows how to look inside the body to help people who are ill. Surgeon. عايزك تنطي يا مريم. Surgeon. جراح. How many times our national football team won the African Cup? Our handball national team is one of the biggest teams in the world. في العالم. فين؟ فين؟ في أمريكا؟ أفريقيا؟ ويعني إيه ناشونال؟ قومي، صح؟ فريقنا القومي يبقى في أفريقيا إزاي؟ هي أفريقيا يجي معاها ده أفريقيا. I'd like to write about my هو بقى لو ما فيش ده كنت قلت in Africa. I'd like to write about my يلا يا ماما heroic mother my بص يا ماما hero و heroine a hero a heroine يبقى دي name nouns أسماء كلمة mother أم أنا عايز صفة ليها heroic بطولة امرأة بطلة إنما بطلة دي اللي هي جمعها هيرنز دي اللي هي جمع دي ملهاش جمع دي الصفة ماشي المؤنث من هيرو قولي يا سوبر يويو ولا كان اسمها ايه سوبر ايمي My father is the A of a big company. وحشوني الترم الثاني والله. ها؟ Is the A manager. You can give money to a charity. قول يا ماما. نور الشربيني is the world squash championship in 2020. One. A take air into the body. Lungs. He is a he protects people's lives and money. Police officer. I don't think I a the answer to this question. I know. Dirty water from a river can in you if you drink it. Infect you. I went to my uncle's house yesterday, but nobody was. Hey. تاني واحدة دي يعني ايه زير دي؟ يعني ايه؟ هناك ما انت حلها ازاي؟ زينة is good at English and she is good at math A. Two. Street A helped to keep our cities clean. ها؟ Cleaners. يلا يا خيري. I think rubbish A can be heroes. Collectors. This nurse won a prize for her A work. Her work. The little girl is always A of dogs. Scared. Yeah. I asked Ali about the reason. The reason for. The cause of. Reason for. Cause of. يعني في بقى كوز سبب يجي معاها اب يلا حبيبي كمل good people work ايه ها hard مش hardly ابدا اقول لك he hardly comes زي he never comes تقريبا ما بيجيش children in Egypt a school at the age of four start اللي بعده ايه university Mrs. كريمة used to work as a nurse the heart a blood around the body pumps اخر واحد ancient Egyptian doctors wrote down their ideas a of years ago ها thousands
thousands of years ago، آلاف السنين. إنما لو قال لك 3000، 3000 years، 3000 years، دي كده 3000. إنما آلاف بس كده thousands، ألف يعني إيه؟ a thousand، صح؟ طب 2000، 2000 مش 2000، تمام؟ I didn't eat. See, how did you go? They didn't eat their friends last month. Meat. The back. Yara went a last week shopping. It used to be a to send letters by bigots. It used to be popular. بعتوا الخطاب بالحمام. ما مزاجي. My friend ate to swim fast. Used to. I used to a football. في تو موجودة، سوري، في تو موجودة. ماشي. I used to a football when I was younger. Play. He didn't a smoke now. He does. He didn't. خلصت كده؟ يلا يا شاهد. خلصتش؟ استني يا شاهد. قول. طب قول يا عم. معلش انت في انهي واحدة معلش؟ 8. he didn't use to. Did you eat to annoy your friends at school? Used. She used to a long hair. Have. He didn't a to arrive late. Used. Thank you. Yalla ya shah. She is. Yalla ya shah. He didn't. Sorry. He didn't use. She is used to. Helping. Helping. ليه هنا؟ لأن هو is used to. معتاد على في الوقت الحاضر. قولي يا شاب. What did you use? To do. إيه؟ To help. What did he use to? Do. Do. A knife is used? For. For cutting meat. عايز إيه؟ فين دي؟ أنت إيه رأيك؟ تبقى helps صح ولا helps helping is used to معتاد على في الوقت الحاضر يبقى is used to helping آخر واحدة شاهد قولي ايه he used to watch TV Did. Did. تعالى يا ابني اقعد لي هنا. روح اقعد لي هنا. علي used to be clever when he was young. يلا يا اياد. روح انت كمان used to be he used to a useful things when he was young do I didn't need to live in such a big house used use عمر الطيب
Did he used to eat English? أستاذ Study. He used to smoke, but now he he didn't. ناوي يا عمر، ناوي يا عمر، هي ديدنت ازاي؟ He isn't. يا ابني ناوي هي دازنت يا ابني. انت دلوقتي بتقول هي دازنت سموك، هو واحد ما بيدخنش هتقول كده، هي دازنت سموك. يبقى بلغي سموك واقول هي دازنت. He used to smoke, now he doesn't. He used to be lazy, but now he ain't. Doesn't. برضه انا قلت لك هيقول لي كده، يقول لي doesn't برضه. هو مش ده used to be؟ verb to be في المضارع بيبقى بنفيه بدس. isn't. He used to make mistakes. يلا يا هاجر. ليه؟ معلش نمبر 22. Are your children used to Walking. walking? She used to a mistakes ليه؟ make the camera a to take photographs Is using. as used. 25. When a you go to bed last night? Did. ماشي، ثانك يو هاجر. حسين يلا سحس. The secretary A stay up late to finish her work. Use the tool. Used to. I used to smoke but now I don't smoke any. Any longer. طبعا لقيتها any longer ماشي، لقيتها any more ماشي. رضوى used to live in Cairo but she a lives there. But she no longer. No longer. ماشي كويس. يلا يا رقية. My friend a to swim fast. ايه؟ used. Used. ليه؟ لأن didn't use مع to، وهنا في to. He didn't a score goals, now he does. used to. دور مين؟ كان آخر واحد، آخر واحدة أنا كانت كنت رقية. بجاوب، ماشي يلا يا دمياطي. لسه ما جاوبت واحدة بس. جاوبتي واحدة بس، قولي يا رقية. He didn't a score goals. Used to. Used to. Did you a to annoy your friends at school? Use. We used to a begins to send our letters. Ha? Use. Use. We used to use. اتعودنا نستخدم. يلا يا دمياط. What a he used to eat? Did. Did. She ate to cook well. Used to. Used to. He used to be lazy, but now he isn't. Isn't. The book is used a to reading. Four. ايوه كده. Reading يبقى فور. يلا يا مين؟ ليلى. يلا يا لولا. بي he ate to smoke badly. يوز Used. They used to a football. بي Play football. He used to have long hair, but now he isn't. doesn't Doesn't. She
She is used to. يلا يا مين ما قالش يا شباب اونلاين؟ اياد الحريري قلت، ايوه يا مستر. كله قال يا جماعة. طيب يلا يا هند، She is used to getting. Did he A to study hard? Use. بعد كده كمل. Hello, A is your name? What is your name? يلا يا مريم. أمادة شنح. What did you A to do 20 years ago? ها ده لعيب كورة. ها كان اسمه حمادة شنح. والله كان حمادة شنح. What did you use? What did you use to do? I used to play football. Play. طول عمر يعني الفكرة عن البنات، البنات دي كده حاجة ديسنت، كده حاجة مهذبة، كده تتكلم بصوت واطي، إنما تبقى مهزقة كده وصوتها عالي دايما قلة الأدب كده وبجحة، أنا ما بصراحة ما شفتش للدرجة دي والله. إيه you earn much money from it. إيه ده do did you earn did you earn did you earn much money from it? No, I didn't. We played because we loved playing for our country. I wish you more success. Thank you. يلا يا نريمان. Hello هاني. Hello مازن. Did you eat to live in Cairo when you were? Use. إيه I used ها؟ No, طبعا ماشي. Did you used to go to school? Yes, I used to go to school on foot. What hobby did? يلا يا مريم. I used to read stories. What about you? I used to مثلا إيه watch films مثلا. أي حاجة. Watch films. Tests. طبعا listening. We are proud of Dr. Magdi Yaqub because he is great. He helps people by giving them new hearts. In 2001, Dr. Magdi Yaqub stopped working. Magdi Yaqub started a charity for ill children in Aswan. Complete. Where do you live? I live in Giza. How do you come to school? I come by bus. So what do you think? What do you think? If do you like your teachers to طيب هنا didn't you use to use the computer؟ خلي بالك في الإجابة دي، هو بيقول لك ألم تكن معتاد على استخدام؟ قول له no. I used to use them. لا انا اعتدت عليه. زي بقول لك كده، هو انت ما اكلتش فراخ؟ تقول له لا انا اكلت لحم. يعني اسالك سؤال منفي فانت نو، يبقى جمله مثبته تحيل المعلومه. مستر طب احنا نكتب ايه بعد زي؟ ها اصل اخر مره يعني شفت حد بياكل لبانه بالطريقه دي كانت الفنانه نانسي عجرم. مش يعني مش حد ولد اصلا اخر مره شفت بالطريقه دي. الفنانة نانسي عجرم تقرب لها. ها بتقولي ايه يا نور؟ احنا المفروض نكتب ايه بعد زي؟ بتقولي no I used to use the computer، هتكتبي ايه يعني؟ لا انا كنت معتاد على استخدام، هتقولي كده مثلا where is the
library مثلا. وير خلاص. حل القطعة دي. شكرا يا عم المنبه، شكرا. What do the pigeons carry؟ قلنا they carry the cards from the camera. ماشي. Why has this helped the tourists Colorado؟ It was very, it was faster. لما تقرا القطعة تلاقي دي الإجابات. It was faster. Where is the office؟ تقول له كده. Tourists who travel down the يبقى 30 كيلومتر داون ذا ريفر. In the past they used to drive us، كانوا بيودوهم في العربية. قال لك by car يبقى drive. They bring the photos in the offices. The pigeons are faster than. Faster than. يلا يلا ماما. He used to get. She's used to be doing a mom. She's used to doing clever things. هي معتادة على فعل الأشياء الجيدة. Mrs. Zena used to work as a school. Sorry يبقى sorry sorry teacher. The heart a blood around the body. pumps. يلا يا ابني. بعد كده ancient Egyptian doctors wrote down their ideas. يا حبيبي سجلوا أفكارهم. I didn't hate to live in such a big house. Use رقية was a for the Red Crescent. ولا قول ها. رقية وزة ايه؟ عملتها تورست؟ يعني سائحة في الصليب الأحمر؟ فالنتير. not always helps people when there is a disaster. لما بيكون في كارثة. مين؟ an engineer مهندس. سوري 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 charity worker. كمل يا حبيبي. I use any longer or an does a job without being paid. ولا حبيبي قلت اصل استنيتك ربع ساعة عشان تقول لي فالنتير، يعني كان ممكن اقولها وخلاص. انت كنت رايح المدرسة ليه اول امبارح؟ رايح المدرسة ليه يوم الخميس؟ يوم الاربعاء. وابوك موديك ليه؟ تعمل مصيبة ولا ايه؟ عادي كده؟ عيب عليك. I'm proud ايه؟ Oh, did he use to? I won a prize. He didn't use. She is used to cooking. هتحل يونت 4. معاكم شباب في اي حاجه فايت. ما تروح تمتحن باذن الله، ربنا معاكم وانا معاكم بعده، يعني بعده طبعا. الهلو. كل دول واجب. يونت 4 يا جماعه هي الهوم. بالتوفيق يا جماعه يا رب. ابعتوا لي الامتحان بعد اللجنه ان شاء الله.
تفضل.